Okay, let's continue. بعد ما خلصنا حكي عن الإفيدنسز اللي حكت لي بالآخر إنه الدي إن إيه هو المادة الوراثية، هلأ بدنا نبلش بالتحدي اللي صار عن جد بالوسط العلمي. التحدي بهاي المرحلة عن جد صار بين العلماء إنه هم يرسموا أو يتخيلوا الشكل الصحيح للدي إن إيه ويثبتوا ذلك. بهذيك الفترة يعني في بدايات 1950 كان عندي علماء عم بيشتغلوا على هذا الموضوع. مين العلماء اللي كانوا عندي؟ أول إشي كان عندي العالم ليناس بولينج. ليناس بولينج كان يشتغل بكاليفورنيا وتوصل لنتيجة إنه الدي إن إيه عبارة عن تريبل ستراند. تاني إشي موريس ويلكنز وروزنالد فرانكلين، أوكي هدول كانوا بلندن. طيب شو حكينا؟ نرجع هون. مش هون، ثواني ثواني هون. طيب حكينا إنه أنا كان بهديك الفترة عندي علماء بيشتغلوا على هذا الموضوع عشان يعرفوا شو هو شكل الدي ان ايه. كان عندي اول اشي العالم ليناس بولينج كان بيشتغل بكاليفورنيا. عالم ليناس بولينج بتوصل لنتيجة انه الدي ان ايه هو عبارة عن تريبل ستراند، يعني فيه ثلاثة. اوكي ثلاثة، هاي نتيجة العالم ليناس بولينج. اوكي هلا بنفس الوقت كان عندي عالمين بلندن بيشتغلوا مع بعض اللي هم موريس ويلكنز وروزنالد فرانكلين. اوكي هدول كانوا بلندن. هلا موريس ويلكن وروزنالد فرانكلين كانوا بيشتغلوا على تقنية الاكس راي كريستالوغرافي. احنا ذكرناها قبل هيك هاي التقنية، انه هي التقنية اللي كانوا يدرسوا البروتينات عن طريقها. تمام هلا هم كانوا يدرسوا البروتينات عن طريقها، بس فرانكلين وويلكنز استخدموها لدراسة الدي ان ايه. شو اللي كان يصير لما يمرقوا الاكس راي ثرو through a fibers of purified DNA؟ يعني هون عندي DNA purified DNA. بالنهاية كان يطلع معي صورة عليها بقع معينة. تمام، وهم من شكل البقع بيكونوا عارفين مين الشكل اللي بيطلع هاي البقع، بيروحوا بيستنتجوا ايش شكل DNA. اوكي تمام. هلا بهديك الفترة كان عندي كمان عالمين اللي هم جيمس واتسون وفرانسيس كريك. جيمس واتسون وفرانسيس كريك كانوا زملاء بيشتغلوا مع بعض، برضو بدهم يعرفوا ماهية الدي ان ايه وكيف شكله. تمام، كانوا داخلين بهذا السباق. بهي الفترة جيمس واتسون راح زيارة على مختبر ويلكنز وفرانكلين. تمام، وهناك شاف الصورة هاي. تمام، شاف الصورة. هلأ جيمس واتسون كان عنده خبرة كمان بشكل البقع، كان عارف إنه البقع اللي طلعت بالصورة اللي موجودة بالمختبر تبع فرانكلين هي عبارة عن صورة بقع بيطلعها الدبل ستراند دي ان ايه، اللي هو بس هيك بيكون دبل ستراند مش التريبل ستراند. فبهديك الفترة هو رفض التريبل ستراند وقبل الدبل ستراند. تمام، طيب من هاي الصورة كمان هو قدر انه يعرف الويدث اوف ذا هيليكس. اوكي قدر يعرف الـ العرض تبع هاي الهيليكس. اوكي من هاي الصورة، وكمان هذا اثبت له انه الدي ان ايه مش عبارة عن تريبل ستراند مثل ما كان مفكر العالم بولينج اللي كان يدرس بكاليفورنيا. تمام، طيب هلا بعدين استخدموا الاسلاك جيمس واتسون وفرانسيس كريك حتى انهم يصنعوا الدي ان ايه الخاص فيهم، بس هم استفادوا كتير من العالمه فرانكلين، لانه العالمه فرانكلين كانت مجهزه عده اشياء. من الاشياء اللي كانت مجهزيتها فرانكلين وكانت دارسيتها منيح هي اول اشي كيف ترتيب الدي ان ايه بيكون. فرانكلين اقترحت انه ترتيب الدي ان ايه يكون عباره عن سلم، وخلت القواعد النيتروجينية لجوا، نيتروجينس بيزز لجوا، وخلت السكر سكر خماسي هو، والفوسفات لبرا. طيب شو أهمية الشكل اللي هي عملته؟ أهمية هذا الشكل إنه السكر والفوسفات are hydrophilic. أوكي hydrophilic يعني بيحبوا المي، فبالتالي لو اختلطوا بالمادة بالماء اللي حواليهم عادي ما عندهم مشكلة. واللي جوا النيتروجينس بيزز are hydrophobic يعني بيكرهوا المي، فبالتالي لازم يكونوا مضبوبين على بعض لجوا. تمام، تاني إشي كانت عارفة إنه الدي ان ايه مع كل 10 قواعد نيتروجينية بلف لفة. تمام، يعني
the ladder forms at west every 10 bases. كل 10 قواعد بصير عندي لفة بالدي ان ايه. كل 10 قواعد بصير عندي لفة. تمام؟ طيب هلأ كان ضايل على العالمين انهم يعرفوا اللي هما جيمس واتسون وفرانسيس كريك انهم يعرفوا كيف بتترتب هاي القواعد النيتروجينية، مين بيجي مع مين. طبعا قواعد تشارجاف كانت معروفة بهديك الفترة، بس كان ضايل عليهم انهم يعرفوا هل هذا الموضوع صحيح ولا لا بناء على الشكل اللي طلعوه للدي ان ايه. تمام؟ هلأ احنا شو بنعرف؟ احنا بنعرف انه الدي ان ايه عنا عبارة عن أو النيتروجينس بيسز إما إنهم يكونوا بيورينز أو بيريميدينز. أوكي، شو الفرق بين بيورينز وبيريميدينز؟ البيورينز عبارة عن حلقة سداسية جنبيها حلقة خماسية، صح؟ والبيريميدين عبارة عن حلقة سداسية وحيدة. تمام؟ شو راحوا عملوا؟ راحوا رسموا العرض تبع الدي ان ايه. أنا بعرف إنه الدي ان ايه عرضه هالقد، يعني كانوا عارفين من الصورة اللي أخدوها. تمام؟ فراحوا تخيلوا لو أنا حطيت تو بيريميدينز رح يطلع معي تو نارو. أوكي، تو نارو يعني كتير أضيق من العرض الحقيقي للدي ان ايه. طب راحوا جربوا نحطوا تو بيورينز اللي هم خماسية وسداسية، هون طلع معهم تو وايد. اوكي، اذا لما حطوا بيريميدين طلع معهم تو نارو، ولما حطوا بيورينز طلع معهم تو وايد. اوكي، طيب بعدين جربوا لو حطينا بيورين مع بيريميدين شو راح يصير. هاي بيريميدين وهي بيورين، فطلع معهم العرض تقريبا نفس العرض اللي هم شافوه بالصورة. فبالتالي استنتجوا انه القواعد النيتروجينية عبارة عن بير من بيورين زائد بيريميدين. واحنا بنعرف انه الـ A والجي هم البيورينز والسي والتي هم البيريميدينز. تمام؟ ومن هون استنتجوا بعدين ووفقا لقواعد تشارجاف انه الادينين بترتب مع الثيامين والسيتوسين بترتب مع الجوانين. وبعدين اكتشفوا كمان انه في روابط نيتروجينية بين هاي النيتروجينس بيزز، عفوا روابط هيدروجينية بين هاي النيتروجينس بيزز، هيدروجين بوندينج. اوكي تمام. الروابط الهيدروجينية هاي بيكون عندي ثلاث روابط بين الجي والسي، ورابطتين بين التي والاي. طبعا هذا الاستنتاج طبعا يعني شو عملوا العالمين هدول؟ عام 1953 فرانسيس كريك وجيمس واتسون قدموا الارتيكل تبعتهم. اوكي، او شو بسموها بالعربي، يعني هي الارتيكل اللي المقال تبعهم اللي عن شكل الدي ان ايه وعن كيفيه تضاعف الدي ان ايه. باول فقره او باول صفحه من الارتيكل هاي شرحوا شو شكل الدي ان ايه، وبعدين بلشوا يشرحوا بالتضاعف. طبعا عام 1952 حصلوا على جائزه نوبل هم والعالم ويلكنز، ولكن للاسف بهذيك الفتره العالمه فرانكلين كانت ميته، ويقال انها ماتت بسبب السرطان اللي نتج عن استخدامها لاشعه الاكس راي، which is very sad يعني sadly. اوكي طيب هلا بدنا ننتقل لكونسبت 16.2 many proteins work together in DNA replication and repair. اول شيء بيحكي لي انه بالصفحه الاولى كانوا العالمين هدول جيمس واتسون وفرانسيس كريك كانوا مقترحين شو هو شكل الدي ان ايه. بالصفحه الثانيه عشان يتناسب شكل الدي ان ايه مع اقتراحهم كانوا بيوضحوا انه كيف بصير الدي ان اي ريبليكيشن. تمام، طب كيف بصير الدي ان اي ريبليكيشن؟ خلينا نبلش مع بعض. طيب هلا الدي ان اي ريبليكيشن بيكون عندي او تضاعف الدي ان اي، كلمه ريبليكيشن يعني تضاعف، بيكون عندي تو ستراندز اوف دي ان اي. تمام، two strands of DNA. هدول الستراند بدهم ينفصلوا عن بعض أول إشي زي ما أنا رسمتهم مفصولين هون. أوكي، بعد ما ينفصلوا عن بعض بدهم كل واحدة فيهم تبني ستراند جديدة،
يعني هي عندي two strands of DNA. بدهم ينفصلوا مع بعض، وبعد ما ينفصلوا عن بعض كل strand بيطلع لها strand مكملة. تمام. هلأ بعد هذا الإشي شو اللي بيصير؟ اللي بيصير إنه فرانسيس جيمس واتسون وفرانسيس كريك حكوا إنه بعدين كل الدوتر ستراند، يعني الـ DNA الجديد اللي نتج هو عبارة عن ستراند من القديمة وستراند تانية اللي هي جديدة، أوكي؟ وهذا الإشي سموه سيمي كونسيرفاتيف موديل، سيمي كونسيرفاتيف موديل. سيمي كونسيرفاتيف موديل. هلا كان في مودلز تانية، شو بتحكي لي؟ المودلز التانية كان عندي الكونسيرفاتيف موديل. الكونسيرفاتيف موديل شو كانت فكرته؟ انه الازرق اخر اشي بيروح مع الازرق، والاخضر اخر اشي بيروح مع الاخضر. تمام. كان عندي هذا بسموه الكونسيرفاتيف. اخر اشي عندي اللي هو الديسبيرزيف موديل. بالديسبيرزيف موديل لا، بيختلطوا ببعض، بصير عندي اخضر مع ازرق بنفس الستراند، يعني هيك بصير. تمام. هذا بسموه الديسبيرسيف موديل. اذا عندي 3 موديلز. اول شيء السيمي كونسرفاتيف اللي هم اقترحوه جيمس واتسون وفرانسيس كريك. ثاني موديل اللي هو الكونسرفاتيف موديل اللي بيرجع فيه البيرنتس لحال والدوترز لحال. وثالث موديل اللي هو الديسبيرسيف موديل، خلص خرب كله. تمام. طيب هلا كان في شيء يثبت صحه كلامهم لجيمس واتسون وفرانسيس كريك؟ يس، كان في تجربه انعملت 1950 او بال 1900 واواخر الخمسينات. مين عملوا؟ العالمين ماثيو ميسلسون والعالم فرانكلين ستول. اوكي، هلا العالمين هدول شو عملوا؟ خلينا نعرف شو عملوا. اول اشي عملوه هدول العالمين جابوا النيوكليوتايدز، اوكي، والنيوكليوتايدز النيتروجين اللي فيها، مش حكينا انه في نيتروجينس بيزز، النيتروجين اللي فيها عملوا له تاج بهيفي ايزوتوب من النيتروجين. هلا الهيفي ايزوتوب هو الان 15، انا عندي ان 15 وعندي ان 14، الهيفي اللي هو الان 15 واللايت اللي هو الان 14. تمام. طيب شو عملوا؟ اول اشي حطوا الدي ان اي اللي عندهم، حطوا فيه ان 15، اوكي، حطوا هون دي ان اي وحطوا معاه ان 15. طيب بعد هيك بعد ما حطوه بN15 الدي ان اي صار ياخد الN15. ليش بياخدها؟ لانه دي ان اي بده يتضاعف، فبالتالي بده نيتروجين. من وين جيب النيتروجين؟ من الN15 اللي اخدوها. فبهون الناتج كله رح يطلع معي كله فيه N15 لانه الدي ان اي اخده. تمام. اوكي. طيب بعدين راحوا نقلوه، سمحوا له يتضاعف مره ثانيه بوجود الN14، هو النظير اللايت ايزوتوب للنيتروجين. هون حطوا عليه شو هالمره؟ ان 14. فالناتج اتفاجئوا انه الناتج عندنا اشي فيه كان ان 15 واشي فيه ان 14. تمام. اشي فيه ان 15 واشي فيه ان 14، دليل انه انا عندي الكونسرفاتيف موديل خلص انتسف، يعني لانه الناتج كله اللي نتج عن هاي العمليه كان فيه ان 15 من القديم اللي احنا اوريدي كان ماخذ ان 15 وان 14 من الجديد. تمام. فهون الكونسرفاتيف موديل راح. اوكي، راحوا مره تانية حطوا هذا الدي ان اي وحطوا عليه كمان ان 14، يعني اخذوا الدي ان اي اللي نتج من هون اللي كان ان 15 وان 14 وحطوه هون. تمام. هون عندي ان 15 وان 14، فاللي نتج عندي الناتج، يعني الناتج كان الستراندز الجديده اللي نتجت كان فيها ان 14 النظير الخفيف، اوكي، ان 14. فبالتالي الديسبيرسيف موديل برضه هون انتسف راح.
إذن أول خطوة شو عملوا؟ أول خطوة عملوا ريبليكيشن بإن 15، فالناتج كله الجداد رح يطلعوا إن 15، أوكي؟ الثانية عملوا ريبليكيشن إن 15 مع إن 14، تمام؟ لما عملوا ريبليكيشن مع إن 15 and إن 14 طلع عندي إشي هايبريد، أوكي؟ طلع عندي إشي هايبريد فيه بس إن 15 وإن 14، يعني واحدة بتكون إن 15 والتانية الستراندز واحدة منهم إن 15 والتانية إن 14، أوكي؟ فهذا الإشي نسف الكونزرفاتيف موديل، أوكي؟ تالت إشي خلوهم يعملوا كمان ريبليكيشن، بالريبليكيشن الأخير طلع عندي إن 14، أوكي؟ إشي فيه إن 14 وإشي هايبريد فيه إن 14 مع إن 15 زي اللي نتج فوق، أوكي؟ زي اللي نتج فوق. طيب شو تفسير هاي التجربة؟ خلينا نفسرها. حكينا أول إشي إنه إحنا حطينا DNA لحاله، هدول DNA انفصلوا عن بعض، حطينا معاهم النيتروجين 15، تمام؟ نيتروجين 15 وراح أخليه بالأزرق، أوكي؟ اللي هو الهيفي آيزوتوب. فهدول التنتين تكون منهم أبناء بيحتووا على N15، فبالتالي لما فحصوا الإشعاع لقوا بس N15، وهذا الإشي منطقي. لما سمحوا لهم هدول إنه يصير لهم ريبليكيشن مرة تانية، حطوا معاهم مين؟ حطوا معاهم N14، فاللي ناتج عندي كان عبارة عن هايبريد من ال N15 مع ال N 14 اللي تقيل مع الخفيف، فبالتالي نسفوا الكونزرفاتيف موديل، طلع عندهم غلط. كمان مرة عملوا ريبليكيشن بس هاي المرة حطوا بس N14، فاللي نتج معهم إذا هدول التنتين رح ينفصلوا، هاي وهي رح ينفصلوا عن بعض، فمعناته هاي رح تروح هيك، ومن ال N14 الموجود عندها رح تتكون ستراند تانية، تمام؟ بعدين هاي رح تروح هيك، رح يتكون عندها ستراند من ال N14 اللي هو already موجود، والستراند القديمة مثل اللي قبل، فنتج عندي إشي هايبريد فيه N15 وN14 وإشي فيه بس اللايت آيزوتوب. وبهيك استنتجوا إنه السيمي كونزرفاتيف موديل that was suggested by Watson and Crick was the true one، أوكي؟ وبهيك عرفوا إنه هذا هو الترو one.